لن تصدق ماذا كان يفعل هذا الشاب بالفتيات في الطرق المقطوعة، وفي النهاية كانت الكارثة. كان هناك شاب يعيش مع والديه بدون أن يعمل، وذلك بعدما فشل في الدراسة وفشل أيضاً في العمل بسبب سوء سلوكه في كل مكان كان يذهب حتى يعمل به. ولكن حاول والديه كثيراً بأن يعود إلى ربه حتى يكرمه في الدنيا وأيضاً في الآخرة بدلاً من أن يخسر الدنيا والآخرة، ولكن لم يأتي هذا الكلام مع ابنه بأي نتيجة على الإطلاق، بل كان الابن يقوم بضرب والديه وينتهرهما بسبب هذا الكلام، وكان يعتبر أن هذا الكلام هو إهانة له وليس لإصلاحه قبل فوات الأوان. وبعد ذلك جمع مجموعة من الأصدقاء السوء وبدأ يشرب معهم ما حرمه الله الذي يغيب الفكر والعقل معا، حتى إنه كان كل يوم يعود إلى منزله متأخرا وهو في غير وعيه، وكان والده يحاول أن يتحدث معه ولكن دون جدوى. ولكن هذا الأمر لم ينتهي عند هذا الحد فقط، بل أنه تطور الأمر إلى أنه اتفق مع أصدقاء السوء الذي يعرفهم بأن يذهبون إلى إحدى الطرق المقطوعة حتى يقومون بشرب الخمر وقطع الطريق على المارة حتى يسرقوا كل شيء معهم. وبالفعل بدأوا في عمل ذلك وقاموا بقطع الطريق على المارة من هذا الطريق، ثم يقومون بسرقتهم وسلبهم من كل شيء. وفي إحدى الأيام وهم واقفين في ذلك الطريق وجدوا سيارة أجرة تمر من ذلك الطريق ومعهم مجموعة من الركاب، فقاموا بقطع الطريق عليهم وأمسكوا بالسائق وقالوا له: لماذا تمشي من ذلك الطريق؟ فقال لهم السائق: كنت أحاول الهروب من لجنة التفتيش على الطريق العمومي لأنه ليس معي رخص للسيارة، فقمت بالدخول من هذا الطريق حتى أتمكن من الهروب من هذه اللجنة. وأثناء الحديث مع السائق نظر أحدهم إلى داخل السيارة فوجد فتاة جالسة في آخر السيارة وهي تبكي من شدة الخوف من هؤلاء الشباب المجرمين. فقام ذلك الشاب بالدخول إلى السيارة والوصول إلى هذه الفتاة وهي تبكي، ثم عند اقترابه منها بدأت تصرخ، ولكن الشاب يرفض أن يتركها أو يرحمها من يده، بل ظل يجر بها من شعرها حتى أنزلها من السيارة وأخذها بعيدا حتى يفعل الحرام معها. فذهب الشاب الذي قام بتكوين هؤلاء الشباب حتى يشاهد ماذا يحدث، ولكنه عند وصوله كانت الفاجعة الكبرى التي لم يتوقعها أحد على الإطلاق، وهي أن الفتى الذي يحاول صديقه فعل الحرام معها هي أخته، فلم يصدق عينيه على الإطلاق، فنظر إليه وقام بضرب صديقه حتى يبعده عنها، ولكن الشاب لم يكن في وعيه فحاول الانقضاض على أخته مرة أخرى، فقال له أخيها: ابتعد عنها الآن فهي أختي، ولكن العقل المغيب لم يعرف كل هذا وظل في الانقضاض عليها مرة أخرى، وبسبب الحالة التي كان عليها هذا الشاب صديق أخيها قام بإخراج سلاح أبيض وطعن أخو الفتاة أمام الجميع حتى وقع على الأرض مغشيا عليه حتى انتهت حياته في الحال. ثم قام أصدقاء السوء بتركه والهروب من ذلك المكان، فظلت أخته تصرخ وتبكي على أخيها حتى قام سائق الأجرة بنقله إلى المستشفى، ولكن أمر الله كان قد نفذ في نفس الوقت، فجاءت جهات التحقيق حتى تتحقق في هذه الكارثة، فاكتشفت أن أخو هذه الفتاة هو قائد هذه المجموعة، ولكن قد توفي، فقامت أخته بإعطاء مواصفات هؤلاء الشباب إلى جهات التحقيق، بالتحديد مواصفات الشاب الذي قام بطعن أخيها وكان يريد فعل الحرام معها غصبا عنها، حتى قامت الشرطة بعمل التحريات اللازمة وتم القبض على هؤلاء الشباب وتم تقديمهم إلى المحاكمة، فمنهم من أخذ عدة سنوات من الحبس، ولكن الشاب الذي قتل أخو الفتاة تم الحكم عليه بالإعدام شنقا. فعلى كل شاب وفتاة بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في والديهم وأن يصغوا إلى أحاديثهم ولن يخرجوا عن طوعهم حتى يكرمهم الله في الدنيا والآخرة. مرحبا بكم إخواني في الله، اليوم سنناقش أسئلة دينية يخجل الزوجين من طرحها ونقوم بالإجابة عليها بدون أي حرج، فليس في الدين من حرج وليس في العلم من حرج، لكن قبل البدء نريد أن يصل هذا الفيديو ل100,000 لايك لنعرف عدد المسلمين في قناتنا، وصلوا على النبي في كومنت لننطلق. أول هذه الأسئلة: هل يجوز للرجل مداعبة زوجته خلال أيام الدورة الشهرية؟ أجاب شيخ الإسلام ابن عثيمين بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
فقد بيّن الله في هذه الآية أن استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنع كل شيء إلا النكاح، فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع بالآخر بما يشاء إلا في حالة الحيض، فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض. ثانياً، هل يجوز تصوير الزوج والزوجة بكاميرا فيديو أثناء الجماع ومشاهدة ذلك فيما بينهما فقط؟ أجاب الشيخ علي جمعة محمد وقال: لا أرى جواز ذلك سداً لذريعة أن يقع ذلك في أيدي أجنبي مهما بلغ التحذير، ولعدم الضرورة إليه فيجب عدم اللجوء إليه. ثالثاً، هل الجماع في فترة النفاس حرام؟ وماذا عن من أتى امرأته في نفاسها؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله وقال: يحرم على الرجل أن يجامع امرأته النفساء في الفرج، لأن دم النفاس أذى ويجب اجتناب النكاح في مدته، فإذا جامع الرجل امرأته وهي نفساء في مدة النفاس فإنه يكون آثم، وعليه الاستغفار والتوبة والكفارة، وهي التصدق بالدينار أو بنصف دينار، وهو ما يعادل 4 جرامات وربع لجرام من الذهب. رابعاً، ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟ أجاب الشيخ محمد بن عثيمين وقال أن الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حالة الحيض أو النفاس أو في حالة تضررها بذلك، هذا هو الضابط في استمتاع الرجل بزوجته. خامساً، هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية بغرض التثقيف سواء للزوج أو للزوجة مجتمعين؟ أجاب الدكتور علي جمعة وقال: لا يجب أن يرى الرجل حرمة امرأة أجنبية، ومشاهدة هذه الأفلام حرام، ومن أخطر ما تقدمه هذه الأفلام هو كم المبالغات التي قد تدمر الحياة الزوجية. سادساً، هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته في دورة المياه؟ أجاب الشيخ محمد صالح لمنجد وقال: يجوز أن يجامع الرجل زوجته بدون غطاء، كما أنه يجوز أن يجامع زوجته في دورة المياه، ولكن سيترتب عليه مخالفة السنة في عدم ذكر الله في البداية. سابعاً، ما الذي يباح من الزوج لزوجته بعد العقد وقبل الدخول بها؟ أجاب الشيخ عبد المنعم الرفاعي وقال: إذا تم عقد الزواج بين الرجل والمرأة صارت زوجة له، يجوز له منها ما يجوز للرجل من زوجته، بما في ذلك الأحضان والتقبيل وغير ذلك مما يفعل الأزواج. فعلى من لا يعرف بعض الأمور الخاصة بالدين أو الذي بداخله إحراج من بعض الأسئلة أن يسأل ويستفسر عن كل شيء قبل فعل هذا الشيء، وذلك حتى لا يندم بعد ذلك بسبب جهله لعدم المعرفة أو الإحراج من السؤال، ولكن عند السؤال يعلم كل شيء ولا يندم بعدها على ما يفعله.